احساسكم دايم انتو تكتبونا انتو تكتبونا. محمد الجبالي يكشف عن مرضه الذي أبعده عن الجمهور، وكلامه يثير موجة تعاطف واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي. أعلن المنشد السعودي الشهير محمد الجبالي مؤخراً عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري عبر رسالة مكتوبة. الجبالي قال إنه عرف بمرضه منذ عامين بعد فحوصات طبية أجراها، وقرر بعدها الابتعاد عن الجمهور لتفادي الحديث عن مرضه. والساعة من عمرك تراها ما ترجع لتنتظر. في الرسالة أبدى الشاب صبراً وتقبلاً لوضعه، إذ قال: منذ اليوم الأول وأنا أحتسب الأجر ومتعايش مع هذا الابتلاء وأحمد الله عليه. الجبالي كشف لجمهوره عن الصعوبات التي يعيشها بفعل المرض، فقال إن جهازه التنفسي متراجع وكذلك وظائف القلب. المنشد أوضح أيضاً أنه يجد صعوبات في البلع ولم يعد قادراً على التحكم بأطرافه. لا تضايق، لا 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 تضايق منك، أنا صدري يضيق وابتسم من شان مثل. الجبالي أخبر جمهوره بالطرق العلاجية التي لجأ إليها كبلازما الدم وسم النحل والفوطة النارية، لكن وضعه استمر في التدهور. الشاب قال إن أزمته الصحية جعلته يميز من يحبونه حقاً بعد أن حرصوا على التواصل معه وزيارته. الجبالي ختم رسالته متمنياً من الجمهور أن يدعو له بالشفاء ويذكره بالخير. والهموم اللي بها قلبك غريق خلها بيني وبينك تنقسم، لا لا تضايق. على شبكات التواصل الاجتماعي أثارت رسالة المنشد الشاب موجة تعاطف واسعة بين المستخدمين. كثر أعادوا نشر كلام الجبالي وتمنوا له الشفاء العاجل. خلال لقاء سابق معه عبر قناة SBC السعودية، شجع الجبالي الشباب على إظهار مواهبهم بأنفسهم وعدم انتظار الفرص. الشاب أبدى سعادته حينها بوجود هيئة الترفيه ووزارة الثقافة في السعودية وجهات مهتمة بالفن، قائلاً إنها تشجع الشباب السعودي على تنمية مواهبه. شرفنا في إنتاجها، كانت أغنية مثل ما شفتوا في الفيديو كليب.